Mind if I talk to you for a few minutes? أيوة يا متر، أنا صحيتك من النوم. نايم مين؟ أنا في المحكمة وعندي جلسة. طب أنا آسفة، أنا مش هعطلك، بس في أي جديد بخصوص ريم؟ إن شاء الله فيه جديد، وهنتقابل النهاردة بالليل إن شاء الله. يا رب خير إن شاء الله. طب سلام دلوقتي عشان عندي جلسة. مع ألف سلامة. مع السلامة. استغفر الله العظيم. يا حبيبتي يا بنتي. أنا عارفة إن أنا وحشة جدا. لا يا حبيبتي، إحنا بس لقيناكي غبتي علينا فبنطمن عليكي. غصب عني والله، فعلا غصب عني، بس أوعدك إن أنا إن شاء الله هزوركوا قريب. أكيد. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. ايه اللي مصحيكي بدري كده يا دكتوره؟ قلقت من ساعتين وما عرفتش ارجع انام تاني ففقت ونزلت. طب ما صحتنيش ليه؟ وكمان عامله نسكافيه لوحدك؟ بصراحه سايبتي عليا يا شريفه صحيكي. هو صحيح النسكافيه مش زي بتاعك، بس اعمل ايه بقى؟ هو ده اللي حصل. طب اعمل لك واحد تاني يا دكتوره؟ لا ميرسي، انا هشرب ده. كنت بقول لك ايه يا شريفه؟ يعني بعد ما تخلصي شغلك النهارده ابقى خدي لك اجازه يومين. ليه يا دكتوره؟ تتخضيش كده، انا ما اقدرش استغنى عنك. انا بس عندي خطوبه اختي هدى في اسكندريه ولازم اسافر لها. الف الف مبروك يا دكتور، ربنا يتممها بخير يا رب. ربنا يخليك. طب اعمل لحضرتك فطار كمان شويه. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. ميرسي يا شريف. بقى الانتريه مظبوط؟ دوختني. بصي بقى، ادي اللوحات اللي احنا جبناها من الجاليري. بص بقى، انا عامل لك ورا اللوحات زي اضاءه خلفيه كده، وبيت نوم مبيت اللوحه جوه عشان تنور قوي. بس ده مش هيبقى مكلف قوي؟ يعني هو مكلف فعلا. يا قمريت انت عليكي بس تحلمي وانا انفذ لك حلمك ده واخليه حقيقه. ربنا يخليك لي يا رب. انا بحبك قوي على فكره. ايه؟ بحبك قوي على فكره. لا معلش، مش واخد بالي، بتقولي ايه؟ انا بحبك قوي على فكره. يا ستي وانا بموت فيك يا بنت المزيكا. Thank you.
في شيء، راجع على البيت اقعد لي كم يوم. ماشي براحتك، بس انا عايز افهم. شو بدك تفهم؟ امبارح طلبت منك طلب وما رضيتيش عليه، قلت لك اني عايز اتجوزك في المرة. انت ما بتحبنيش؟ مش مهم انا، المهم انت. يعني ايه؟ انت بتحبني؟ في المرة لو ما كنتش بحبك ما كنتش قلت لك اني عايز اتجوزك. شو بتعرف عني لا تتجوزني ولا شيء؟ ما سألت حالك إذا أنت نسيت حبك لمرتك ولا بدك تنساه فيه؟ شو بتعرف عن شخصيتي، عن طموحي ولا شيء؟ ما سألت حالك إذا أنت مستعد ترتبط عن جديد بحالتك هاي؟ أنا يناير ما عم برفض الجواز منك لأنه أنت فيك شيء مثلاً أو لأنه ما بحبك. طب أنت بتحبينه؟ إيه ايه 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 بحبك، ولانه بحبك صعب علي ساعدك تاخد هيك قرار. انا متاكده رح تندم عليه بعدين. ناير انا ما عم بهرب منك، بس انا ما بحق لي. رح سيبك كم يوم وراجع، ما تخاف، ما خدت كل أغراضي، ما في إبعد عنك وقت كتير. تمام. انت صحيت؟ تمام. انا جينا. جينا مين؟ الحمد لله على السلامة يا بطل. انت مين انت كمان؟ انا حمادة. حمادة مين؟ امال فين هشام؟ هشام امه ضربته وجرى ليها جري. الحمد لله على سلامتك يا زول، انت امبارح كنت هتموت واحنا شلناك جبناك هنا. الله يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه ولا اشكركم ازاي يعني. وانت ما عندكش ماما فجينا تعمل لك اكل سخن. مش عارف اقول لك ايه يا جينا بصراحه. لا 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 فين رايح؟ فين رايح؟ بطل فرفره. انا هعمل لك الاكل وبعدين ممكن تشوف عاوز تعمل شنب. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ انت مش رايحه الجيم النهارده؟ بتسال ليه؟ لا عادي يعني. لا مش رايحه. اصل انا ملاحظ انك بقالك يومين ما بتروحيش. انت متخانقه مع صاحبتك دي ولا حاجه؟ قصدك عبير؟ بتخانق معاها ليه؟ هو بس بكسل لما وزني بيبقى كويس. بعدين غريبه، انت اول مره تسال يعني. ان جيتي للحق انا نفسي تتخانقي مع اللي اسمها عبير دي، ما برتاحلهاش خالص. بقول لك ايه، خليك في حالك والنبي، البت غلبانه وكفايه للدنيا بتعمله فيها. صحيح
هسيب لي فلوس عايزه اروح السوبر ماركت. حاضر يا ستي حاضر. بتقول حاجه؟ لا يا حبيبتي خالص، انا هسيب لك الفلوس اللي انت عايزاها كلها. ماشي يلا، باي باي باي. ايه يا حسام، انت لحد امتى هتفضل على الحال ده؟ انتوا مش خلاص قبضتوا على تجار المخدرات ولا في حاجه تاني؟ للاسف يا ستي، تاجر المخدرات اللي احنا قبضنا عليه اتنيل واتقتل في السجن. طب وانت مالك ومال حاجه زي دي؟ انت عملت اللي عليك وخلاص. هو انت ليه كلامك عامل زي الكلام اللي هو رفعت بالظبط؟ عشان هو ده الكلام المنطقي، ولا انت بقى في حاجه تانيه مزعلاك؟ حاجه تانيه زي انفي. قولي، هي راجيا لسه متابعة معاك موضوع حسنى؟ والله عارف ان انتي بتنكشي وهتركبي السداهية بتاعت راجيا، انا عارف. بصي حبيبتي، جوزك ظابط في مكافحة المخدرات، ماليش علاقة بقضايا النصب خالص، يعني موضوع حسنى وبنتها ده لا ليا صلة بيه لا من قريب ولا من بعيد. ولو ما رحت معاهم رحت معاهم من باب الجيلة والجدعنة مش أكتر. لا، وانت هتقولي على جدعنتك؟ بقول لك ام فين، انا مش ناقصي خالص اليومين دول ومش عايز ابدا خناقه معاكي لو سمحتي. هو انت كده دايما عاوز تكتمني، مفيش مره تدخل عليا بخبر حلو؟ في خبر حلو يا ستي. بجد ولا بتتريق؟ لا بجد. ايه هو؟ جوزك هيترقى الحركه الجايه ان شاء الله. يبقى هتجيب لي العربيه. انا ممكن اطلقك دلوقتي حالا. أنا يا نغم بطلت أخد حالات جديدة، أنا حقيقي ما بقاش عندي وقت خالص. لا يا دكتور، بس أنا مش حالة. يعني إيه؟ أمال جاية لي ليه؟ يعني أنا ما تحقليش إن أنا لسه أكون بقيت مريضة، بس أنا خايفة أكون مريضة عشان كده جيت أستشير حضرتك. طيب اتفضلي اتكلمي أنا معاكي. أنا واحدة خريجة الـ AUC وكنت بحب واحد وهو بيحبني حب فظيع. من واحنا صغيرين مرتبطين ببعض، بس ما كملناش وحصلت ظروف كان الغلط من عندي. دكتور، دكتور حضرتك معايا يا دكتور؟ معاكي كملي. بعد كده جوزت جواز صالونات اللي هو بيسموه يعني جواز العقل وكده، وبعد سنين اكتشفت ان الباشا بيخوني مع مين؟ مع اقرب واحده ليا، صاحبتي. طبعا ما قدرتش واجبرته على الطلاق وقطعت صلتي بالسفلة دي، بس بعديها فضلت عايشة على المهدئات. طيب اللي انت كنت مرتبطة بيه فين دلوقتي؟ سافر وعايش في أمريكا. طبعا أنا ما جاتليش الجرأة أبدا بعد الفترة دي كلها أحاول أبتسم بيه وأتواصل معاه، خصوصا إن هو أكيد عايش حياته هناك ومتجوز. تمام، إيه تاني غير مشكلة المهدئات اللي احنا عايزين نسحبها من جسمك بالتدريج؟ لا طبعا، انا حاسه طول الوقت ان انا مش هقدر اكمل حياتي، حاسه ان انا مش هقدر اعيش تاني واتجوز، خصوصا ان انا عندي طفل. عندك طفل؟ وابنك فين؟ سمعت كلام والدتي واديت له الطفل
عشان أقرفه في حياته ويبقى ملتزم بيه. من ساعتها أنا عايشة على المهدئات، مش قادرة أبطلها. وقدرت تستغني عنه بمنتهى السهولة كده؟ يا قلبك يا شيخة، وجالك قلب تنامي بالليل عادي وانتي مش عارفة إذا كان ابنك جعان ولا واكل، تعبان ولا كويس، بيلعب ولا مبسوط، انتي إيه؟ لا يا دكتور ما تظلمنيش، أنا طول الفترة دي من ساعتها وأنا بتقطع، كل دقيقة بتعدي عليا وهو بعيد عني، مش قادرة أتخيل ده. من ساعتها وانا مش قادره اعيش من غيره، غير على المهدئات. طب روحي صلحي غلطتك ورجعي ابنك، رجعي ابنك في حضنك، لان انا بصراحه نفسيا مش هقدر اعالجك، وانا مش حاسه ان انتي ام اساسا. انا هكتب لك على بروتوكول علاج عشان كل المهدئات اللي في جسمك تطلع، بس لو هجيلي تاني من غير ابنك ما تجيش، فاهماني؟ حاضر يا دكتور. اتفضلي. شكرا يا الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. من فضلك.
لا، ما هو انا كمان مش عبده عندك اشتريتها بفلوسك. الشويتين اللي انت داخله تعمليهم دول مش هيخيلوا عليا. ها، هي كلمه واحده، طول ما انت شايله اسم عز الدين نديم مفيش شغل. خلاص مش عايزه، طلقني. اطلقك؟ اطلقك. هو انت فاكره انه مزاجك ولا ايه يا شاطره؟ ها؟ لا 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 لا، فوقي فوقي واعرفي انت متجوزه مين. بقول لك طلقني يا عز. اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه. عارفه ليه؟ لان ده احسن لك. انا ممكن اخليكي تندمي عمرك كله انك طلبتي طلب زي ده يا انجي. الو عصام، ازيك؟ عامل ايه؟ بقولك ايه، عايزك تدور لي على فورمات برنامج جديد. هرجع اشتغل، بس اسمع، اوعى حد يعرف غير لما اقولك. انا عايزه برنامج يكسر الدنيا. لا لا لا، مش مهم القناه دلوقتي، هما يعرفوا اني هرجع والف قناه هتتخانق عليا. ماشي، مستني ردك. سلام. ايه حسن، انا لسه مخلصة عيادة من شوية، يا دوبك رحت غيرت هدومي وطالعة على ماما في اسكندرية. انا شوية ورايحة للمحامي. تحبي ارجع اخدك؟ لا يا حبيبتي، انا هخلص وابقى اطمنك، وبعدين النهاردة خطوبة هدى ما ينفعش تتأخري عليها. بوسيها لي قوي قوي، الف مبروك. راجية خلي بالك وانتي سايقة. ها، طيب يا حبيبتي، مع السلامة. خلاص اوكي، باي. مساء الخير. مساء النور. دكتورة راجية موجودة؟
لا للأسف دكتورة راجية مسافرة واخدة أجازة أسبوع. مسافرة؟ راحت فين؟ اه والله أنا ما عنديش أي علم، بس ممكن لما ترجع أقول لها لو حياتك عايزني أقول لها حاجة. لا شكرا. طب تحبي أحجز لك ميعاد زي النهاردة؟ لا أنا هبكلمها في التليفون. خلاص انت شوفيها يا فندم. شكرا. عفوا.